ازيكم، اخباركم ايه؟ انا ريم ودي قناتي للاكل الصحي. النهارده هجيب لكم سر، او مش سر قوي، لكن حاجه هتخليكم تخسوا من 10 ل 15 كيلو في 15 يوم بطريقه ذكيه وبطريقه صح لجسمكم وطبيعيه. المشروب الحارق النهارده اللي هقدمه لكم هيزود حرق الدهون في جسمكم 100 مره اكتر من ان انتوا تعملوا الدايت والرياضه لوحدهم. كمان هيزودكم بالطاقه المطلوبه طول اليوم، يعني مش هتحسوا باي خمول، بالعكس هتحسوا ان انتوا نشاط وسعاده غير طبيعيه. هيساعد على حرق الدهون المتراكمه، خاصه اللي بتضايق كتير مننا احنا كستات، اللي بتبقى في الدراعين وفي البطن او الكرش. المشروب هيساعدكم تخسروا، قلتلكم، من 10 ل 15 كيلو في 15 يوم لو ركزتوا مجهودكم في الفتره دي بطريقه صح، تشوفوا النتيجه بطريقه فعاله جدا. المشروب من مميزاته ان هو صحي جدا ومعمول من حاجات طبيعيه متوفره عندنا كلنا في البيت، وكمان طعمه حلو وطبيعي جدا 100%. الاناناس وهو المصدر من مصادر المشروب كمان بيساعد على زيادة الطاقة، وكمان سعراته قليلة. والبديل ليه تستخدموا 2 كيوي تقشروهم وتقطعوهم، وده البديل ليه. لكن أي حاجة من المكونات ما ينفعش تستبدلوها عشان تحصلوا على المفعول الجبار اللي هيعملوا المشروب ده. بعد 15 يوم تشوفوا جسمكم تغير ووشكم وطاقتكم كمان. دلوقتي المكونات المشروب ده، المكونات دي هتعمل كوبايتين كبار، كل كوباية هنشربها في وقت مختلف. الكوباية الأولى هنشربها صباحا على الريق أول حاجة نشربها، والكوباية التانية هنشيلها في التلاجة ونغطيها ونشربها آخر حاجة في اليوم قبل ما ننام ب40 أو 30 دقيقة. خدوا بالكم من الوقت لأن ده مهم علشان ما يعملناش أرق في النوم. هنستخدم خيارتين صغيرين بلدي متقشرين متقطعين، ممكن تستخدموا بقشره لو انتوا ضامنين جودة الخيار أو مش بيعملكوا أي انتفاخات، أو نص خيارة كبيرة برضو متقشرة ومتقطعة، نص ليمونة أخضر أو أصفر، حتة جنزبيل حلوة كده مبشورة أو متقطعة حسب خلطكم، وكوباية من الأناناس أو 2 كيوي متقشرين ومتقطعين. لو هتستخدموا أناناس اللي هو معلب يكون النوع غير، مش اللي هو محطوط في محلى زي الكومبوت، لا، في أنواع بتبقى في المية بس، فركزوا خدوا بالكم الحتة دي أو ما يكونش مضاف عليه أي سكر. أو لو عاوزين تبقوا في السيف سايد أو في الأمان استخدموا الطازج أو استخدموا كيوي. هستخدم هنا اللتر من الميه، تقدروا تقللوا كميه الميه لو انتوا تقدروا تشربوا كل كميه الميه دي، لكن حطوا في الاعتبار كميه الميه دي بتساعد ان هي تنزل الدهون المتراكمه اللي احنا مش عاوزينها على طول، وتساعد ان احنا نشرب ميه كتير في اليوم عشان المطلوب لكن بطريقه حلوه. خلاص عرفنا المكونات والبدائل، دلوقتي نبتدي نحط كل الحاجات في الخلاط. هنحط الاناناس، مش لازم تحطوها بالترتيب ده، حطوا كله على بعضه وخلاص. انا هنا الليمونه كمان هقول لكم احطها ازاي، وعندكم الاوبشن التاني تحطوه زي ما انتم عاوزين. هحط كل الحاجات. على فكره ساعات في ناس خلطها بيبقى ضعيف، ما يعرفش يعني يخلط الجنزبيل كويس، فانت ممكن تبشريه بالمبشره. هعصر الليمونه، وممكن تحطي الليمونه زي ما هي وتصفي المشروب بعد كده، بس انا بحب احسن يبقى معصوره بالطريقه دي عشان مش عايزه اصفي الجنزبيل، الالياف بتاعت الجنزبيل والخيار، واستفيد منهم اكتر في عمليه الحرق. فخدي بالك من الخطوه اللي بقولها دي، وهخلطهم كويس قوي. خدي وقتك في الخلط، لو انت خلطك ضعيف يعني عاوز ياخد مثلا دقيقه، ياخد دقيقتين على متقطع، خدي وقتك في الخلط. هيعمل كوبايتين زي ما انا قلت لكم، الكوبايه تقريبا حوالي 400 مللي تقريبا، يعني كوبايتين كبار. وهشيل الباقي اللي انت شفتيه الخلاط ده، هشرب الكوبايه دي تبقى على ريق صباحا على معده فارغه خالص، باخدها قبل اي حاجه. وطبعا لو انت بتاخدي ادويه او متابعه دكتور في اي حاجه، تساليه امتى ممكن تاخدي الادويه، قبلها او بعدها، لازم تستشير دكتورك في كل حاجه. والكوبايه الثانيه بغطيها وبشيلها في الثلاجه، وبطلعها نص ساعه قبل ما اشربها، تكون اخر حاجه بعد اخر وجبه هاخدها في اليوم، لو كانت عشاء او سناك او حتى لو زبادي، لو انت شوف النظام الدايت اللي انت ماشي عليه تكون اخر حاجه وتنامي بعدها مش اقل من 30 دقيقه، او يستحسن تكون 40 دقيقه، علشان شويه الجنزبيل والاناناس فيه فيتامين سي ممكن يعمل
أرق، فانت خدي وقتك شوية، يعني 40 دقيقة، ساعة، نص ساعة، عشان يلحق يتهضم وبعد كده تنامي. انت هتحسي ان المعدة الاكل كده بيتهضم، انت هتحسي ان الاكل بيتهضم، وبعدين ممكن تحسي بجوع شديد جدا خاصة في الاول، لكن استحملي ده عشان تلاقي نتيجة على طول. ده احساسي ان انا باخدها بالليل، بحس بعد 40 دقيقة قبل ما انام جوع شديد، بحس ان هي هضمت كل الاكل وانا جعانة جدا، بحاول استحمل وانام عشان اشوف النتيجة بعيني. طبقي الوصفة وان شاء الله كمان يكون مع اللايف ستايل صحي زي ما انا قلت، ركزي 15 يوم اكل صحي، رياضة او مشي، وتشوفي النتيجة. تابعيني وقولي لي اي نتيجة على انستجرام او اي سؤال تحت في الكومنت. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة.